السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي الناس على بالك تعلموا كل شغل الشعب الجزائري شوية فاق من هاد الناس اللي يكذبوا تاع فلان رايح المانشستر خاطش على كتلونا بيا واحد العامين وثلاثة. تولينا نقول لكم يا ودي هذوما يكذبوا عليكم كاشف في المواقع، يعني اللعابة تاعنا في أحسن أندية وفي الواقع قاعدين في الأندية تاعهم. وين راك تشوف تالمو سكتوا على هاك قلعوا لكم هاك قلعوا لكم، يعني وين كانوا يقولوا لكم مقبل كنا نقول لكم يا ودي مكاش مع الناس مكاش دار في الدار فيفا، يعني ما غاديش نلعبوا مع منتخبات اوروبيه خاطر غادي يلعبوا التصفيات تاع كوب دوروب، وكاين منتخبات يعني راهم في 3 شهور 4 شهور 5 شهور كاين اللي كي كاليفا والكوب دي موند داروا بروغرام تاعهم مع من يلعبوا الشهر الفلاني شهر. غير حنايا 2014 كان على بالنا من مارس 2014 كنا غادي نلعبوا لعبنا في الصيف، كان على بالنا مع من غادي نلعبوا مع المنتخبات التحضيريه مع من غادي نلعبوا. تدخل للسيت تاع الاتحاديه داير لك مع من غادي تلعب، تعرف روحك مع من غادي تلعب. بصح اليوم حنا تاوعنا ميقارعوا تاوعنا يقارعوا ويزيد ناس في الفيسبوك في هذو العاهرات تاع اليوتيوب تالمو الناس فاقت بهم باللي يكذبوا باللي فلان رايح هاك فلان جاي من ليا فلان مهود فلان طالع فلان. ناس كرهت منهم هذيك تاع في عامين وثلاثه خرجوها خرجوها عطار رايح اتليتيكو راخو رايح من راخو، قلنا لكم باللي ما كاش منها. زاد التركيه العام اللي تاع محرز زادوا ما حشموش، قال لك باللي بونجاح بيروح للبارسا ما حشموا ما والو نورمال. على ذيك اليوم شا جبدوا لكم؟ جبدوا لكم ميسي في الجزائر لمواجهه الخطف شهر سبتمبر. ناس راهي مجده، ناس راهي مجده مجده مع من غادي تلعب. هذو اللي بيلعبوا كوب دي موند يديروا خريطه الطريق نقاط مع من شي دقيقه التاليه يعيط لك انت يقول لك نلعب معاك، ماشي دقيقه التاليه عيط لك يقول لك نلعب معاك. ما تقولوش بلي حنا رانا نيغوسو، قولوا بلي رانا نقارعوا كاش منتخب يجي يلعب معنا. الناس هذه اللي كانت تكذب عليكم يقول لكم طليان، واحد يقول لك حكاش قال طليان لا بلجيك، قلنا لكم يا ودي يا جماعه يا طليان لا بلجيك على بالك تالمو بنادم لا اله الا الله على بالك نقول بالك انا راني غلط. انت تعرف بلي يا ودي هذو المنتخبات راهم موجودين مع من يلعبوا سايق قاضي ماضي، تعرف بلي في سبتمبر ما كاش منها بلي غادي تلعب مع منتخبات من اوروبا، ما كاش منها دعايات كذب. انت على بالك بلي بروغرام كي تدخل بروغرام تدخل جوجل تشوف فرنسا مع من غادي تلعب لا بلجيك في سبتمبر، في سبتمبر تعرفهم مع من غادي يلعبوا. ومن بعد تجي واحد يجي يكذب عليك نورمال يقول لك لا غادي نلعبوا مع لا بلجيك ولا بلجيك يتحزر فينا وحنايا قلنا نبقاو نخمو، هي دعايات. وين كشفت يعني وين مجلة اونز مونديال الفرنسية بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدرس العديد من الخيارات من أجل إجراء مباراة ودية أمام منتخب عالمي خلال شهر سبتمبر المقبل. ويأتي هذا القرار من الفاف بعد تقارير تشير إلى تأجيل جولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي كانت مقررة في شهر سبتمبر المقبل. وذكرت مصادر ذاتها بأن من ممكن برمجة مباراة ودية بين الجزائر والأرجنتين على ملعب وهران الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، ملعب الميلود هدفي. والجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه في كأس العالم منتخب السعودي مكسيك بولندا وفي الدور الأول، يعني قادر يلعب مع مصر. الأرجنتين يلعب مع مصر ما يلعبش معك، أنا ماذا بيا نلعب مع الأرجنتين؟ ماذا بيا في طعمان قدوش محصلي في قاسامة؟ أنا ماذا بيا نلعب مع الأرجنتين نلعب مع بلجيك نلعب مع منتخبات عندهم وزن كبير باش نشوفوا روحنا نلعبوا نقابلوا مدرب اللي يدير مدرب تاعنا يقابل مدرب اللي عنده منهج تكتيكي ماشي فاقير تكتيكمون. هذه هي انا ماذا بيا
ماذا بيا ما نلعبش مع منتخب انا مع ايران، مع ايران سيو ليكيب تاعهم الزوجه، واحنا فرحانين. ماذا بيا نلعبوا مع منتخبات كبيره، انا ماذا بيا. بصح مكاش نكذبوا على روحنا، حنا دروك ما يجوش يكرخاتش على شكون هو اللي ينيغوسي، شكون مدرب ينيغوسي، مدرب تاعنا ينيغوسي مع منتخبات في الاتحاديه مكاش، شكون ينيغوسي. كل واحد راه في راح مع ليكيب تاعو، كل واحد قاعد بايكيب، شكون اللي ينيغوسي. كاين اللي يبيع في الدواء، كاين اللي لاهي اللي تصيب النائب، يعني لاهي في الشركات تاعو يبيع في الدواء. رئيس اتحاديه باغي يستقيل، اعضاء اخرين يعني واحد في مصر، واحد في السعوديه، حاكم الدا في السعوديه، زيد الاعضاء الاخرين لاهين اللي راح مع ليكيب تاعو، اللي راه يسني مع الجواره، اللي راه كل واحد وكيفاش. ايا وين غادي كي انت شكون اللي ينيغوسي؟ نكذبوا على روحنا، تكذبوا علينا. ميسي في الجزائر، ميسي في الجزائر، مش راني حاقر الجزائر ولا راني ضد ميسي حاجه كبيره، بصح ما تكذبوش علينا. سبتمبر جاي من ميتا نسمعوا بلي غادي نلعبوا مع طليان، من ميتا انتوما قولوا لنا، من ميتا من بعد كان زاتشي باش نلعبوا مع طليان. شكون اللي راهي نيغوسي؟ شعبان تاع قطر، شعبان تاع قطر هو اللي نيغوسي. شكون هو اللي نيغوسي؟ شكون؟ هيا قولوا لنا شكون هو شعبان تاع قطر. حاولتوا، ما كاين بزاف صوالح. شكون هو اللي نيغوسي؟ كاين بزاف امور، كاين بزاف خبايا، كاين بزاف. نقولها لكم ميسي با قعدوا تكذبوا انتوما، قعدوا مشيونا يبلكن، ديروا اشارات يبلكن. ميسي راه جاي، راه اخر راه جاي. مين سكت كمال مهوي، كيما نهار كمال مهوي قال كان من اديداس، ما عندنا ما نديروا بها حنايا، ما نشوف مع نايك، مع نايك قال الشحطه. سي على ولا بيتي تفكر واحد صوالح، راه على بالك تفكر وسي صوالح شويه، على بالك شويه تنربى شويه بزاف صوالح. عاش الناس تكذب عليكم، ناس داخلين عليكم كذب، ها منا ها بنروحو ها بنجيبو ها راخو بيلعب معانا ها راخو. يا ودي لا مازال ما نيغوسيتوش، ها راه بوغبا التبليسه الله يجعل ديشو ما يديلكمش لاخر، ياسين عدلي الله يجعل ما يديهش، خاطش على ما هدرتوش معاهم، كاع ما هدرتوش معاهم، وماذا بيكم ما تهدروش معاهم انتوما، ماذا بيكم يروحوا مع فرنسا. خاش دي شوكير بد السماعه تاك 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 يهدر مع واحد صاحبه منا من الجزائر، يقول له ولي تحطه في القائمه. والله ما يتحط في القائمه، والله ما ينتحط في القائمه. ايوا باش يكون على بالكم. والله ما ينتحط في القائمه، ماشي هذه باش يكون على بالكم. انا على بالي ديشون الو وي هذاك ما تبقاش تعيط له، قسما بالله. وما اخفي اعظم، ما اخفي اعظم، ما اخفي اعظم. انا نقول لكم صوالح نتوما تشوفوهم خيال، صحيح حقيقه نتوما تشوفوهم خيال، تشوفوا تقولوا بلي هذوم يكذبوا علينا، صحيح حقيقه. الناس اللي كذبت عليكم قال لكم الماتش وعندنا حقائق وعندنا دايرينهم، هذا هو الوقت اللي يقول الحقيقه، تكذبوه اللي يكذب تصدقوه. هذه رانا فيها، هذه ما قالهاش الشاعر مفتي زكريا الله يرحمه، هذه الكلمه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ماشي مفتي زكريا الله يرحمه، باش يكون على بالكم. على هذيك رانا نخلصوا معاكم القران، كي تبقى تفسر القران ولا تسمع مفسرين تاع القران، القران هدر على يوم نزول سيدنا ادم حتى اخر يوم، حتى ينسف في الجدار. هذه هي، هذيك انا نخلصوا معاكم امثله في كلش، وكلش تشوفه قدام لا تموت، كلش تشوفه. معليش، المهم حنايا دروك رانا نتبعوا فيكم، والله يجعل ما تدخلوناش في حيط. هذه اللي نقولها لكم، خاطر نعرفوكم بلي تكذبوا، كان لا ميسي لا بيسي.
على بالنا بلي اشهار وصايك.